السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة الوصول إلى الأسماء وكذلك الصور على أجهزة iOS سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود الشغالة بنظام iOS 9 دون فتح الرمز ودون فتح قفل الشاشة ودون إدخال بصمة أو أي شيء. يعني يمكنك مشاهدة جميع الصور وكذلك جميع الأسماء على أجهزة iOS الشغالة بنظام iOS 9 دون فتح الرمز ودون إدخال بصمة أو أي شيء. هكذا هاتف آيفون تقوم بالولوج إلى الصور والأسماء بدون أي مشاكل على نظام iOS 9، هذا النظام الجديد الذي لم يمر أسبوع على إطلاقه وكان من المفترض أن يكون ذا حماية أقوى وأكبر ولا تتماشى عليه هذه الحيل التي سنقوم بها في هذه الحلقة مثل الأنظمة السابقة. غير ذلك سأريكم أيضا طريقة الحماية من هذه الخطوة في حال كنت تمتلك هاتف iOS. لا تبتعدوا كثيرا وابقوا معي، نمر إلى الشرح مباشرة لأوريك هذه الطريقة وأيضا طريقة الحماية منها الكثير والكثير ستراه في هذه الحلقة بإذن الله بعد هذا الفصل الإعلاني القصير. إذن كما ترى مشاهدي الكريم، هذا الهاتف آيفون 5S شغال بنظام iOS 9 كما ترى أمامك وكما موضح في الصورة هنا الفيرزون رقم 9iOS 9. الآن لنفترض بأن هذا الهاتف مغلق وموضوع هكذا على الطاولة ويوجد به رمز كما يوجد به رمز كما ترى أمامك ويحتاج إلى التاش آي دي الرمز الدخول لفتح قفل الشاشة. طبعا قبل المرور الشرح أريد أن أعتذر بأن الصورة يعني هكذا بهذا الشكل ضعيفة لأنني فقط أملك هاتف آيفون وهذا الهاتف الذي يقوم بتصوير به هاتف سامسونج كاميرته ضعيفة والهاتف الذي ترونه في أو جودة الصورة التي ترونه في الحلقات أقوم بتصويره بهذا الهاتف والآن سأحتاج إلى الشرح إليه فلهذا هذه الجودة منخفضة. أيضا أريد أن أنوه بأن هذا الإصبع الذي سأقوم باستخدامه لا يوجد به التاش آي دي أو البصمة لكي لا يأتي أحد ويتفلسف ويقول تتحايل علينا وغير ذلك، فهذا الرمز لا يوجد به أو هذا الإصبع لا يوجد به البصمة كما ترى أمامك. إذن الآن أقوم بالشرح، أول ما عليك فعله هو التمرير هكذا وكأنك استفتح الهاتف وتقوم بكتابة 1111 الرمز خطأ 2222 3333 4444 الآن 55 المحاولة الأخيرة عندما تقوم بكتابتها ويكون الرمز خطأ سيتم إيقاف الآيفون وهذا ما نريده، أي يقول لك تم إيقاف الآيفون قم بالمحاولة بعد دقيق. ما سنفعله هو ضغط 5555 الخانة الأخيرة نقوم بكتابة فيها أي شيء، نقوم بالضغط مطولا على زر الهوم حتى يفتح لنا سيري، وقبل أن يفتح سيري نقوم بالضغط على زر 5 ليتم إيقاف الآيفون، لأنه إذا لم يقم أو لم يتم إيقاف الآيفون سيقول يعني لن تتم العملية بنجاح، فلهذا سنقوم بالضغط مطولا على زر الهوم. بعد ذلك وقبل فتح سيري نقوم بكتابة أو الضغط على زر 5 هكذا، لاحظ معي Hey Siri, what time is it? نضغط الآن على زر البلاس، نقوم بكتابة في أيقونة البحث أي شيء أو في خانة البحث، نقوم بتحديد الكل، الضغط على شير، نضغط على أيقونة المسج كما ترى أمامك، الآن نقوم بكتابة أي اسم هنا ونضغط على Return هكذا حتى يصبح باللون الأخضر كما موضح في الصورة أمامك مشاهدي الكريم. ما قمت بفعله طبعا مشاهدي الكريم، طبعا احتجت إلى السرعة قليلا، قمت بالضغط مطورا على زر الهوم، بعد ذلك وقبل فتح سيري قمت بالضغط على زر 5، بعد ذلك قلت له Hey Siri what time is it، أي يعني ماذا الوقت وما هو الوقت الآن. ظهرت لي الساعة، قمت بالضغط عليها، قمت بالضغط على بلاس أو يعني إضافة، بعد ذلك قمت بالبحث وتحديد الكل الكتابة التي قمت بكتابتها التي تظهر أمامك الآن في أيقونة أو في مكان الرسائل، بعد ذلك يختار لك لمن تريد إرسال هذه الرسالة، اخترت هذا الاسم وضغطت على الريتيرن حتى يصبح باللون الأخضر، الآن أقوم بتحديده، الضغط عليه يظهر لي هكذا رقم غير معروف، يضغط لي Correct a new account، نضغط على Correct a new account، Add photo، Choose photo، يظهر لي كل الصور التي قمت بالتقاطها من هذا الهاتف. الإشارة عندما أخرج الهاتف لا يتم فتحه بعد، يعني الهاتف مقفل كما ترى أمامك. لأريكم أيضا طريقة الوصول للأسماء لأنني يعني لم أشرحها، شرحت فقط الصور، طريقة سهلة، لاحظ معي مكررا لأريك الأسماء وأيضا الصور مرة أخرى.
طبعا الآن لم أقم بفتحه، نقوم ب حتى يعني مرة واحدة، لأنه في هذه المرة سيطلب مني يعني سيحتاج إلى 5 دقائق حتى يتم إيقاف تفعيل الآيفون، فلا توجد أي مشكلة. الآن لا نقوم بالتجربة 5 مرات، فقط مرة واحدة هكذا. Hey Siri, what time is it؟ نضغط على الساعة، طبعا المفتوحة من السابق، هكذا يظهر لي الصور أيضا. Cancel, cancel, new message, cancel، هكذا يظهر لي. كما ترى ظهرت لي الساعة، نضغط عليها أو نضغط على بلاس هنا في الأعلى، كما ترى يظهر لي عدة مناطق لا تكترث لها، فقط قم بأيقونة البحث، كتابة أي اسم، تحديد الكل، select all, share message. الآن يظهر لي نيو مسج، نختار لمن نريد الوصول إليهم. طبعا في ليبيا كلنا معروف الشفرات مدار ليبيانا، نكتب 092، يظهر لي كل الأسماء في الهاتف التي يوجد بها 092، كما ترى أمام كل الأسماء التي يوجد بها 92 تظهر. طبعا لن يكون أي اسم خارج 92 لأنك في ليبيا، فكل الأسماء 092 أو 091، يكونك أيضا كتابة 095 LTT 021 هاتف أرضي مثلا، كما ترى ما لدي هواتف أرضية أي اسم، يعني حتى أن تتوقع أنه لديه هاتف أي بلد أخرى تكتب رمز الدولة وتقوم بكتابته ولا يوجد أي مشكلة. هذه طريقة الوصول إلى الأسماء. طريقة الوصول إلى الصور، الصور كما قلت لكم تقوم بكتابة أي شيء، تضغط على ليتون ليصبح باللون الأخضر وكأنه اسم، تقوم بالضغط على الاسم الذي باللون الأخضر هكذا، يظهر لي رقم غير معروف، correct a new account أو correct a new contact أو اسم جديد. يعني هنا تقوم بكتابة أي اسم أو شيء، ما يهمني هو add photo، choose photo، camera roll، يظهر لي كل الصور التي قمت بالتقاطها، أختار أي صورة هنا لمشاهدتها، أختار صورة أخرى، يعني كل الصور هكذا أستطيع الوصول إليها. إذا رجعت إلى الشاشة الرئيسية سترى أن الآيفون is disabled، يعني الآيفون لم يتم فتحه بل أيضا مغلق، يعني my iPhone is disabled try after 4 minutes، كما قلت لكم المرة الأولى دقيقة واحدة، والمرة الثانية كما لاحظتم لم أقم بالتجربة 4 مرات قبل المرة التي سنقوم بالدخول إليها بالمرة واحدة لأني لم أقم بفتح الهاتف. فقط هذه هي الطريقة، طريقة سهلة وبسيطة. Hi Siri, what time is it؟ تقوم بالضغط على الساعة، بلاس كتابة أي شيء، تحديده شير، تضغط على أيقونة الرسائل، تكتب اسم، return، تقوم بتحديده، new contact، تختار صورة، تختار أي اسم، تلاحظ وتشاهد أي شيء في الهاتف بكل سهولة. طريقة الحماية سهلة جدا، فقط تقوم بالدخول إلى الإعدادات، بعد ذلك تختار التاش آي دي أند باس كود، بعد ذلك ستذهب إلى هذه الخيارات، سيري تقوم بإغلاقه، وهكذا لن يتم فتح سيري ولن يستطيع أحد الوصول إلى صورك وكذلك أسمائك. أتمنى تكون هذه الطريقة قد نالت إعجابكم. إذا كانت هذه أول حلقة لك لحلقات محمد الصغير ومدونة العالم الافتراضي، فكن على يقين بأننا لا ننشر إلا الفيديوهات التي ذات مصداقية ولا يوجد أي شرح كاذب في المدونة والقناة. كذلك إذا كانت هذه أول حلقة لك لا تنسى الضغط على زر لايك وكذلك سبسكرايب للتوصل بجديد الحلقات الشبه يومية فقط على مدونة العالم الافتراضي فقط. أيضا بالضغط على زر سبسكرايب يظهر أسفل الفيديو على يمينك هنا، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو. كذلك قم بالإعجاب بصفحتي على الفيسبوك، صفحة العالم الافتراضي. تنسى كذلك زيارة المدونة th3bw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.